إذن أيها الأخوات أيها الإخوة، نلتقي اليوم في إطار الهيئة الموقرة تجمعنا ونحن موحدون متمسكون لنتوجه معا نحو عقد المؤتمر الحادي عشر. هذا الموعد الهام الذي يمثل فرصة ثمينة للتلاحم وتعزيز الوحدة في إطار حزبنا هذا الحزب الوطني التاريخي والكبير الذي يحتل صدارات المشهد السياسي في بلادنا بإرادة الشعب الجزائري الأبي. وقد وفقنا الله في عقد هذا الحدث عاشية إحياء بلادنا الذكرى 69 لثورة نوفمبر المجيدة، تجديدا للعهد مع رسالة الشهداء وقيم مبادئ الثورة التحررية المظفرة، والتزاما من حزبنا بمواصلة مسيرته لخدمة الدولة وتحقيق مطالب الشعب في الحياة الكريمة، وإنها لسانحة مثلى لنا جميعا لرصد مسار حزبنا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ أن توليت مسؤولية الأمانة العامة بفضل ثقتكم التي محتموني إياها. وإنني لجد معتز بهذا التشريف الذي مكنني من قيادة هذه التشكيلة السياسية التي تجسد أكثر الطموحات العميقة للجزائريات والجزائريين. من أجل ذلك كله فإني أشكر جزيل الشكر كل أعضاء اللجنة المركزية الذين ساهموا بوضع حجر في بنيان حزبنا. وإنني أشد على التأكيد على الإخوة والأخوات الذين رافقوا المسيرة وكانوا في صف حزبهم محافظين على وحدته معززين مكانته والتزاما بقوانين حزبنا وتمسكا بتقاليده العريقة وحرصا على أداء هيئتنا السيدة بين مؤتمرين العاشر والحادي عشر. أضع أمامكم هذه الحصيلة ويحدوني تواضع المناظرين في إبراز ما حققناه من إنجازات ومكاسب اعتمادا على المقارنة بين الوضعية التي كان عليها حزبنا قبل أكثر من 3 سنوات وكيف هي وضعيته اليوم، ونحن نتوجه معا لعقد المؤتمر الحادي عشر. الالتزامات والحصيلة، سبق لي أن التزمت أمامكم ببرنامج وأهداف محددة توزعت على عديد الالتزامات، وإنه لمن الواجب الذي تمليه علي مسؤوليتي كأمين عام للحزب أن أعرض أمامكم ما تحقق من أهداف اعتمادا على مقاربة راعي تراكمات المرحلة السابقة ومدى تأثيراتها السلبية على مسار حزبنا. وقد عملت بكل عزم وحزم على دعم حزبنا بالمزيد من عناصر القوة، كما قطع الحزب شوطا كبيرا في تسديد الأهداف المرسومة على طريق بناء حزب عصري في تنظيمه وتسييره وتعاطيه مع الشأن السياسي العام. ويكفي القول أن حزبنا اليوم هو ذو مهابة وحضور قوي وطنيا ودوليا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.